نص الدنيا فوق المئة والمئة وعشرين سنة ما دورتوها جد عن جد البورف على جده سنين عندها سنين الحكاية وهي موروثة كيكة معناتها الأب يتعلم على أبوه أبوه تاخذ على جده أنا واحد من الناس معناتها نعرف القانون هذايا عندي سنين ماني نعرف واحد صغير نعرف القانون هذايا يخدم فيه أبوه مولاه محمد الأبوه باي حميد الله يرحمه هما زوز توفاهم سنين من كانت ما فماش جيزان وكان فما الحطب قد التنوره بالحطب ومعناتها ولدت علاقه قويه بين الزلابيه وفي 11 شعبان تشهرت بالكتاب الكتاب ما اللي توما يقولوا الزلابيه باجه ودرا شنو لكن مو صحيح خاطر الزلابيه باجه معناتها مختصه في المخارق عندها مخارق باجه صحيح مخارق باجه لكن الزلابيه دي وتقعد في دار شعبان تولدت في دار شعبان تروح طول عمرها في دار شعبان حتى تو معناتها برشا صناع خدموا في الحوض هذا وحلوا حضروا وحضروا معناتها يعملوا رزق جديد بهم ومعناتها عندهم الحق قعدت النكهه في الحوض هذا تقعد وحدها حتى الكليون انا مش معناتها ولد الحانوت ولا نفسك الحانوت الكليون بيجي يقول لك يقول لك فيها نكهه سبيسيال مش حتى من المنظر ولا زلابة جيدة ولا مش جيدة نكهتها نكهة سبيسيال ياخذ من شيرة أخرى ويقارب ويجي والحمد لله معناتها واحد محافظ كيما تعلم من عند الكبارات اللي صبوه محافظ على نفس السيستم تاع الخدمة هذيك ما قدرش فيها رغم أني فما معناتها كنا نجم نطوروا فيها بالكدا بالكدا نجم نردوها معناتها عصرية مي معناتها كي تغزر لها في الأفق ترى مش تفقد الروح نتاعها تقعد ديما زلابية يلزمها تكون زلابية تقليدية مثلا المحابس ولازم نبدلوهم عندنا تاع ليكولي مخفف عندنا التابروير عندنا برشا طرق باش نبدلوهم من معاهم بدلنا بلاستيك وفيها شهر ودرس لكن مش كيف الناس ديما تحب الحاجة التراديسيونيل الحاجة الفخار العربي والروح ديما رغم التطور احنا ذويكا ديما الروح تطلح لك الشيء العربي هذاك ان شاء الله ربي يوفقنا ونكملوا كيما بدينا واليوم هو اللي يشهد علينا الحمد لله يا رب صعوبة باش نجيبوا بيهم ونسلوا فيهم ماشي نوار الزيت اكثر فيه الدبوس الدمعة الدبوس عجيب 36 دينار بالسكر شكال السكر ناخذ ضرب 150000 الفرينة ماشي نوار هو الكيلو دينار يصير فيه 14 باش نخدموا خويا ونوكلوا العباد ونفرحوا العباد كي كل عام كل عام فهمتني نقص السلعه صني برشا ناقصه برشا في السلعه السلعه ما فماش احنا ديجا خدمنا 25 دينار ما تستقبل ما خلاش السلعه كان مش نحن ضيبات والبعض اللي يدبر الاداء من هنا ويهز راسه ويصبر باش ندبرنا ونقعدين نخدموا والحمد لله رب العالمين قداش كتسكر؟ كنا ناخذ باب 130 دينار نجيب ما عندنا جمعة من هنا في رمضان ولينا ناخذ باب 150 اقسم برب العالمين 150 الكيلو الفرينة بدينار ولا نسوق فيه ب 13 و 14 باش ناخذ ناخذ باقي بوك 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 بوك